حسب الأخبار المتداولة طبعاً أنه نادي الشباب رفض أن يتوج الهلال على ملعبه، ومع ذلك ستقام مباراة الهلال والطائي في ملعب نادي الشباب. هل يحق لنادي الشباب أنه يرفض التتويج ولا يحق له أن يتم أو أن تلعب المباراة على أرضه؟ السؤال الأهم، هل وافق نادي الشباب على نقل مباراة الهلال والطائي على ملعبه؟ وإذا تمت الموافقة أعتقد أنه أيضا لابد من إقامة احتفالية لملعب نادي الشباب. طالما أعطيت موافقة على إقامة المباراة في ملعب نادي الشباب أعتقد أنه أيضا يعني الموافقة لابد أنه أيضا. أنا عشان كده سألتك قلت لك هل يحق له أن يرفض التتويج ولا يحق له أن تلعب المباراة؟ مو هذه هنا السؤال. أعتقد أنه ليس من حق نادي الشباب رفض تتويج نادي الهلال طالما أنك وافقت أنها تقام المباراة، سواء مباراة دورية سواء مباراة تتويج، لابد أن تكون الموافقة واضحة بشكل كبير. ولكن أعتقد أنه ممكن حساسية بعض الشباب، ولكن أعتقد أنه كان من الأفضل لنادي الشباب الموافقة، بحيث أنه أيضا يعطي يعني تناغم ما بين، احنا نعرف دائما إدارة الشباب والهلال في تناغم كبير حتى مستوى جماهيرية الشباب والهلال. فأعتقد أنه كان من الأفضل الموافقة وعدم الدخول في عملية مهاترات من إدارة نادي الشباب. ليش مهاترات؟ يعني أنا اليوم كرئيس نادي في الشباب أو كمشجع شبابي، ليش أشوف الهلال يحتفل في ملعبي؟ ليش أنا دائما أشعر أني أنا خلف أي نادي آخر، سواء الهلال أو النصر أو أي فريق آخر؟ أنا الشباب تاريخ كبير وقيمة كبيرة، ليش أصلا أوافق على أنه يتوج أي فريق آخر حتى لو فريق أبها؟ حتى لو يعني ما أعتقد أنه في تقليل لو توج نادي الهلال في ملعب نادي الشباب، ما أعتقد أنه في تقليل بشكل كبير لنادي الشباب، لأن الشباب نعرف فريق عريق، فريق بطولات، فبلا شك أنه تتويج الهلال هي ظرف حصل في هذا الامر. فاعتقد انه ما اعتقد انه عمليه الرفض يعني هي عمليه كبيره من اداره نادي الشباب. اعتقد انه لابد ان يكون في تناغم ويكون في ترابط بشكل اكبر ما بين ادارات يعني الأندية. لو خلينا نقول لو الامر عرض على النصر، انت مع انه النصر يوافق ان الهلال يتوج على الاول بارك؟ ما في اشكالي، انا ما اشوف انه فيها مشكله، حتى يعني ممكن هو هذا الامر لن يعني ما اعتقد انه بيصير، ولكن اعتقد انه ما في مشكله. ليش ما تعتقد انه بيصير؟ ممكن بحكم التنافس الكبير ما بين الناديين، بحكم أيضا العلاقة الجماهيرية المتوترة ما بين الناديين، ما أعتقد أنه ممكن يكون في توأم أو يكون في انسيابية في عملية اتخاذ مثل هذا القرار. لذلك أعتقد أنه في صعوبة في عملية الموافقة ما بين النصر. خلاص الهلال ما يرضى على نفسه، وأيضا النصر ما يرضى على نفسه، من حق الشباب أيضا لا يرضى على نفسه. ما يعني تعرف العلاقه اللي ما بين الشباب وما بين الهلال، ما اعتقد انه هذا الامر ممكن يصعب ازمه كبيره ما بين الجماهير وما بين ايضا اداره النادي. ما اعتقد انه في مشكله ما بين اداره الناديين في اقامه تتويج نادي الهلال على ملعب الشباب او العكس، او الشباب على ملعب الهلال. ما اعتقد انه هي مشكله ممكن تثير او تقلل من قيمه الفريقين.